نظمت مديرية التكوين المهني والتمهيد لولاية سيدي بلعباس خرجاتها الميدانية حول الأهداف المستقبلية ومزايا التكوين المهني من خلال القوافل الإعلامية التي تم القيام بها لفائدة شبان وشابات الدواوير والمناطق النائية الموزعة عبر العديد من البلديات لدائرة تلاغ ومرين. الحملة أيضا التوعوية التي تندرج في إطار التحضيرات لدورة فيفري 2022 والاطلاع عن قرب على عالم التكوين المهني والأهمية التي يكتسبها والتي من شأنها تساعدهم أيضا كثيرا في ولوج عالم الشغل. مراسلة الحسن هاشمي وبالحاج فرحات. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الكشافة الإسلامية الجزائرية محافظة سيدي بلعباس تشارك في اليوم الإعلامي التحسيسي الذي تنظمه مديرية التكوين المهني وتمهيد ولاية سيدي بلعباس، وذلك من أجل تقريب التكوين إلى سكان مناطق الذل وخاصة البرنامج اليوم المخصص لبعض بلديات دائرة تلاغ. ومن هذا المنبر نوجه رسالة لكل الشباب الراغب في ضمان المستقبل أنه يتوجه لمراكز التكوين المهني، خصوصا في الولاية اللي فيها تخصصات تفيدهم في حياتهم المستقبلية. السلام عليكم، معكم السيدة الهادي ليندا مديرة التكوين والتعليم المهنيين لولاية سيدي بلعباس. إذا دائما في إطار التحضيرات لدورة دخول فبراير 2022 نظمنا قافلة إعلامية، وذلك تجسيدا وتنفيذا لتعليمات وتوصيات الوزارة الوصية. شارك معنا اليوم أعضاء من الكشافة الإسلامية وجمعيات مختلفة، منها جمعية البيئة والمواطنة لولاية سيدي بلعباس. تجوب هذه القافلة ضواحي دائرة تلاغ وكل المناطق النائية التابعة لها. الهدف من هذه القافلة هو تحسيس الشباب بالتكوين واستقطاب عدد كبير منها وتقريب التكوين إلى هذه المناطق. كذلك ما بين البرنامج المسطر اليوم هو توزيع كمامات على سكان المناطق النائية، وشارك معنا أيضا ممثلي أجهزة الدعم منهم لاناد لونجان الكناك إلى آخره، وذلك أيضا للتعريف بالقطاع ولإعلام الشباب المتخرجين سابقا من إمكانية إنجاز مشروعهم المهني.